أهلا بكم من جديد، حياكم الله في الفقرة الثانية. في الأيام الماضية أنهت جائزة الملك فيصل دورتها 41 في تسليم الجوائز للفائزين. حول هذه الجائزة، وهي جائزة نفخر بها جميعا وهي ذات صيت في العالم العربي، أسعد بأن يكون معي الدكتور عبد العزيز السبيل أمين جائزة الملك فيصل. حياك الله دكتور عبد العزيز. أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن. أنا ممنون لك أنك حضرت وفي غاية السعادة وفخورين بما تقدمون. فأسألك ابتداء، تاريخ هذه الجائزة متى بدأت ومن من الفكرة، وهذه كبداية لمدخل الحوار؟ طيب، أولا جائزة الملك فيصل هي جزء من مؤسسة الملك فيصل الخيرية. بعد استشهاد الملك فيصل رحمه الله سنة 75 ميلادية، فكر أبناؤه الواقع في أسلوب لتخليد ذكرى هذا الرجل العظيم والكبير في جهده وفي عطائه. فكانت الفكرة التي وصلوا إليها هو إنشاء مؤسسة اسمها مؤسسة الملك فيصل الخيرية من أجل إيصال هذه الرسالة التي كان يحملها الملك فيصل. وكان يركز بشكل كبير على الجانب التعليمي والعلمي والتقدم المعرفي، لأنه هذا الوسيلة التي يمكن للمجتمع فيها أن يتقدم وللأمة كلها أن تتقدم على وتنافس باقي الأمم. فالعلم هو الطريق الأفضل والتنموي بالتأكيد. فتم تأسيس هذه المؤسسة الملك فيصل الخيرية سنة 76، وكان من أول مشاريع هذه المؤسسة هو إنشاء جائزة باسم جائزة الملك فيصل. التأسيس كان في سنة 77 الحقيقة، لكن بالتأكيد أخذت سنتين للأنظمة والتحضيرات، ومنحت لأول مرة سنة 99 هجري، ولذلك هذه الدورة هي الدورة 41. وهذه المؤسسة هي واحدة من مؤسسات 5 هي أذرع مؤسسة الملك فيصل الخيرية. يأتي إلى جانب جائزة الملك فيصل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. جميل. لدينا أيضا مدارس الملك فيصل وهي مدارس التعليم العام، ثم جامعة الفيصل وأيضا جامعة عفت، وإن كانت لكي يكون أكثر دقة جامعة الفيصل وجامعة عفت صحيح أنها من أذرع مؤسسة الملك فيصل الخيرية، لكن هناك شركاء في مجلس الأمناء وفي الدعم والاشتراك في دعم هذه، لكن المؤسسة الخيرية هي التي أسست. بالتأكيد بالتأكيد، وهذه المؤسسة كما تعرف لها أوقافها. طيب دكتور، وذراعها المالي، وبالتالي تستطيع أن تصرف على هذه المؤسسات. طيب، لا شك دكتور أن لكم مسارات في الجائزة، نتحدث تحديدا عن الجائزة وليست المؤسسة الخيرية. نعم. لكم مسارات ولكم مراحل، ما أهم المراحل وأهم المسارات للجائزة؟ ويمكن المرحلة الأولى كانت البدء بثلاث جوائز، وهي جائزة خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب. بعدها بعامين وأربعة أعوام تمت إضافة مجالين آخرين، هو مجال الطب ومجال العلوم. ومنذ ذلك الزمن بداية الثمانينات أصبحت الجائزة لها 5 فروع: خدمة الإسلام واللغة العربية والأدب والدراسات الإسلامية والطب والعلوم، وبقيت في هذا الإطار. جميل. وأنت تتحدث عن المراحل، ونحن نعرض على الشاشة هذه المراحل كعرض تلفزيوني. دكتور، الجائزة أصبحت ذات صيت حتى والكل يعلم بأنها رشحت الأسماء التي فازت لديكم إلى جوائز كبرى عالمية، فكيف تقيم لنا هذه؟ هل هي قراءة جيدة يعني منكم، وإلا اعتماد الجوائز العالمية زي مثلا نوبل، أو اعتماد الجائزة العالمية على هذه، على مصداقية جائزة الملك فيصل؟ كيف تقرأ أنت الحدث؟ هو نحن كجوائز الحقيقة، سواء الملك فيصل أو نوبل أو جوائز عالمية أخرى مختلفة في تخصصات وموضوعات مختلفة، لكل جائزة أسلوبها في العمل، لكل جائزة طريقتها صحيح التحكيم والاختيار وإلى آخره، ولكل جائزة استقلاليتها الحقيقة. ولذلك نحن لا نتعامل مع الجوائز الأخرى إلا بقدر بعض التنسيقات بالنسبة للجوائز العربية، وهذا أسلوب بدأت فيه جائزة الملك فيصل مؤخرا. لكن الحقيقة صدقك القول، حينما يفوز بعض فائزينا بجائزة الملك فيصل بجوائز عالمية أخرى، لا شك أنه هذا يسعدنا نحن، لكننا لا يؤثر على المعايير عملنا، ولسنا نسعى نحن لأن يفوز فائزون بجوائز أخرى،
ولكن نحن لدينا أسلوبنا في التحكيم، وإنما يجعلنا نشعر بكثير من الارتياح، خصوصا حينما أحيانا في ذات العام يفوز أحدهم لدينا في جائزة الملك فيصل، وفي ذات العام يفوز بجائزة عالمية أخرى، يعطي مؤشر الحقيقة. وربما البعض يرى أحيانا أن جائزة الملك فيصل قد تلفت جوائز عالمية كبيرة لهؤلاء العلماء. هل لنا أن ندخل داخل الجائزة أو في التفاصيل البسيطة؟ مثلا دكتور، ما أهم المعايير التي يمر فيها الفائز في قضية التحكيم والترشيح، وعلى ما تعتمدون؟ هل لكم بعد سياسي أو اجتماعي؟ من تنسقون؟ كل التفاصيل الداخلية نرغب في معرفتها. أولا كل ما نقوم به يتسم بالشفافية الكبرى الحقيقة، يمكن على الطاولة تماما. هي يمكن عندنا سرية واحدة وهي الأسماء، سواء كان أسماء لجان التحكيم أو أسماء المرشحين. هذه الأسماء لا نعلنها، نحن لا نعلن فقط إلا أسماء الفائزين، لا قبل ولا بعد. هذا منهج تقوم عليه جائزة الملك فيصل. لكن خطوات التحكيم التي تسير هي معلنة الحقيقة والكل يعرفها، وربما الخطوة الأولى وهي خطوة تتم خارج الجائزة، وهي أن جائزة الملك فيصل لا تقبل ترشيحات الأفراد. الترشيح لجائزة الملك فيصل يجب أن يكون عبر مؤسسات أكاديمية أو مراكز علمية لها مجالسها، وهذه الحقيقة على الأقل تجعل أن المرشح مر بمرحلة من مراحل التقييم في هذه المؤسسات. وحن الحقيقة لا أخفيك أننا نسعد ونفخر، ويمكن فرصة من هذا المنبر أن أقدم خالص الشكر للجهات العلمية الكبيرة التي حقيقة يعني هم الذين يساهمون معنا في تقديم هؤلاء المرشحين، وكل يتسابق الحقيقة أن يفوز مرشحه بالجائزة، ونحن نسعد بالتأكيد. والفوز للمؤسسة، لأن دكتور الفوز ليس للفرد، الفرد لا أكيد أنه مر من خلال المؤسسة ثم فاز يعني. بالتأكيد. ثم بعد ذلك لدينا ثلاث مراحل نحن داخل الجائزة. المرحلة الأولى هي مرحلة الخبراء، وهي المرحلة الأولى التي يتم النظر في كافة الأعمال التي اكتملت فيها الشروط، وهذا الحديث يتحدث عن الجوائز الخمس وليس عن جائزة محددة. نفس الخطوات تسير يعني، باستثناء خدمة الإسلام لها منهج قد يختلف قليلا باعتبارها جائزة تقديرية لمن عملوا سواء مؤسسات أو أفراد في خدمة الإسلام والمسلمين. باقي الجوائز الأربع، هؤلاء الخبراء أولا ينظرون في هذه الأعمال ويقومون بتقييمها واختيار الأفضل من بينها، وهي مرحلة فرز. مرحلة فرز، مرحلة الفرز الأولية، وهي ما نسميها نحن بالقائمة القصيرة. وهؤلاء الخبراء هم ثلاثة من الخبراء من أصحاب الخبرة والشأن في الموضوع المحدد. تعرف جوائزنا أربعة كل ذات موضوعات محددة حقيقة، ولذلك في كل عام نحن نعلن موضوع الجائزة للعام ما بعد يعني في كل مسار خبراء، في كل مسار خبراء. وهؤلاء الخبراء طبعا خبراء غير ثابتين، لأنك في كل عام لديك موضوع مختلف، فبالتالي لابد أن يكون لديك خبراء مختلفين. جميل. حسب الموضوع هؤلاء ينتهون إلى القائمة القصيرة. هذه القائمة القصيرة تذهب إلى ثلاث محكمين من أيضا مناطق عالمية مختلفة الحقيقة، متحركين ليس ثابتين أيضا حسب الموضوع الحقيقة. لا تستطيع أن يكون عندك موضوع في الكيمياء وترسل التحكيم للمتخصص في موضوع آخر. صحيح دكتور. وفي نفس الوقت بالطب وبالنسبة أيضا للغة العربية ودراسات الإسلامية. تأتي الأعمال من المحكمين، والمحكمين يختلفون عن الخبراء لأنهم يقرؤون قراءة تقييمية وتقديم تقرير علمي متكامل الحقيقة عن هذه الأعمال لعدة أشهر الحقيقة. بعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة، وهي ما نسميها نحن بلجان الاختيار. هؤلاء عشرة أشخاص يكونون على الأقل ما بين من ثمان إلى تسع أقطار عالمية مختلفة فيها هذا التنوع، وفيها أيضا التخصص الدقيق في موضوع الجائزة، إضافة لوجود بعض هؤلاء قريبين من التخصص الحقيقة. صحيح. وبالتالي يقرؤون هذه اللجان، تجتمع لمدة ثلاثة أيام في جائزة الملك فيصل، تقرأ تقارير المحكمين وتنظر في هذه الأعمال، ويتناقشون نقاش علمي على مدى ثلاثة أيام. في نهاية اليوم الثالث يخلصون إلى رأيهم وإلى من اختاروه فائزا بالجائزة، وفي ذات المساء يعلن أو تعلن أسماء الفائزين. ما شاء الله، جميل جدا. طيب دكتور، قرأت في بعض التعليقات في الحساب لديكم أن لديكم بعد سياسي في الجوائز في كل عام.
لدينا قد يكون يتوقع البعض، وهذا الكلام غير دقيق الحقيقة، نحن ليس لدينا لا توجه سياسي ولا توجه جد ولا توجه ديني ولا توجه عرقي. الجائزة تعتبر نفسها جائزة حيادية، ولذلك وهذا يمكن ما قد يحدث اللبس عند بعض الأشخاص، يعتقدون أن نمنح الجوائز لأشخاص. نحن لا نمنحها لأشخاص، لمؤسسات الجائزة لا، ولا ليس مؤسسة، قد تمنح المؤسسات لكن المنح للمنجز وليس للشخص. صحيح. الحقيقة فالمنجز، لأنه دائما لدينا موضوع محدد، فصاحب هذا المنجز هو من سيفوز بصرف النظر عن دينه أو عرقه أو توجه. بالعكس، يمكن إحنا في الجانب السياسي نحن لا نقبل أصلا، لا نقبل الترشيح من أي جهات سياسية أو من أحزاب سياسية إطلاقا. الحقيقة نحن نتوجه توجه علمي بحت. جميل. طيب دكتور، وأنا أختم بهذا السؤال، ما الأثر الذي رصدتمه أنتم المحلي والعالمي لهذه الجائزة؟ الحقيقة يمكن الأثر يصعب علينا أن نتحدث نحن عن الأثر، نحن نود أن يتحدث الآخرون عن أثر جائزة الملك فيصل، لكن جائزة الملك فيصل لم تبقى في حدود منح الجائزة. في الفترة الأخيرة بدأت أيضا تتسع نشاطاتها. صحيح. وتعتمد على شيء أساسي يتمثل في تكريم العلم والعلماء، وهذا هدف هذه الجائزة. التكريم لا يكفي من هذا الجائزة. صحيح. إنما صحيح. مثل هؤلاء الفائزين يذهبون إلى دول مختلفة ومؤسسات مختلفة أكاديمية لكي يلقوا محاضرات وندوات بصفتهم فائزين بجائزة الملك فيصل، وصلوا لمرحلة الحقيقة من تقديم الجديد والمفيد. أصبحنا نطبع عدد من الكتب، نترجم بعض الأعمال التي فازت، نقيم المؤتمرات، نقيم الندوات، نقيم نشترك في كثير من المؤتمرات عبر الفائزين. فالذي يفوز بجائزة الملك فيصل أصبح جزءا منها. صحيح. ولذلك تواصلنا يبقى مع الفائزين ونستفيد منهم الحقيقة. صحيح. ونجعل المؤسسات العلمية تستفيد منهم أيضا. قد تتفاجأ دكتور لما أقول لك أنا فزت بجائزة الملك فيصل، على الأقل معنويا، لأني جلست أمامك وأنت الرجل الرمز المعروف. الله. شكرا جزيلا لك على الحضور، وشكرا لكم على ما تقدمون، ونسأل الله أن ينفع بنا وبكم. شكرا جزيلا. شكرا لكم أنتم أيها الأفاضل على كرم المشاهدة لهذه الفقرة. كان معنا الدكتور عبد العزيز سبيل، أمين جائزة الملك.